يا صباح العسل، يا صباح البركة. صباحكم فل يا اولاد، عاملين ايه؟ وحشتوني. اخر كام ساعة هنزل بس اجيب حاجات نقصانة، مش نقصانة، هي حاجة مش نقصانة ولا حاجة، الحمد لله كل حاجة جهزت، بس قلت اجيب لهم اكل كده وحاجات واحنا ماشيين في الطريق وكده يعني. فايه، فتعالوا معايا بقى نروح نشتري. انا نازله لوحدي، انا والبتاع ده اهو انا ومديه عم علي اخدتها وننزل اجيب حاجات وهم نايمين، قلت اسيبهم لما يشبعوا نوم شويه. يلا بينا. انا نازله في امانه الله، فعم علي قال لي ايه؟ امانه الله. فعلي قال لي لا انا هاجي معاكي. قلت له ماشي هاخد فيك ثواب. لقيته ايه بقى؟ بص، نزل اجى معايا وجاب لي شاي من القهوه. ده ايه؟ جنزبيل من القهوه. وجاب لي نفسه شاي. صباح الفل. من القهوه، والله احنا على القهوه اهو اصلا. كوبايه ازاز. وكوبايه ازاز. امسك يا دي لان مش عارفه تدخل. انت جيت معايا ليه؟ مش انت كنت نازله لوحدي؟ ما تعرفش تجيب حاجه عبيطه. عبيطه؟ انت ملاحظين ان هو عمال يشتمني اول باول اليومين دول؟ انتوا ملاحظين؟ متجرأ قوي. صباحكم فل. انت بقى مستني ايه؟ انت بيعمل لنا سندوتشات روم. انا عايز اكل فول انا. والله؟ خلي فول واحنا مروحين بقى. انت صبيره كده بس. يجي لك رزق من عند ربنا بقى. الحمد لله ان انت جيت معانا والله يا عم علي. رايك ايه ده الفطار الجامد ده؟ سندوتشات جبنه رومي بقى، ايه طماطم والخيار وحاجه حتى. تسلم ايدك والله يا رب. انت هتعمل حاجات انت لوحدك؟ والله ما كنت هدوق البسكوت حتى. شوف ازاي بقى، ربنا يبارك لك ويخليك ليا يا رب، وما تسيبني لوحدي ابدا يا رب. يا شيخ انت بتبدا تدلعني عشان ايه؟ الاجازه بقى وكده واللي ايه، فاهم حركاتك دي انا عارفاها. سمي بالله. صباحك فل. بص يا اولاد، سندوتش يستاهل بقكم. صباحكم فل. بص يا اولاد، انا جيت لقيت الحمد لله امير راسل شنطته. انا شيكت له عليها لقيته كلها زي الفل، راسل شنطته وحاجته ونانو راسه شنطتها وحاجتها، بس انا ما شيكتش على شنطه نانو. عشان رايك في راسي بامانه جامد والله شطور. وخلص حاجته اهو، خلصها. ودي شنطه نانو خالصه، وانا شنطتي هناك انا وعلي، ومولعه على شويه كفته اعمل لهم يتغدوا على السرير عشان يوم الجمعه كده ما حدش من غير ما كنت باخنا غدا. كلنا متحمسين للعمره طبعا. ايه نادين بقى مش شكله معانا؟ ليه بقى مش شكله معانا دي؟ احنا لسه ما مشيناش حتى. لسه بس استنى ما نمشي. والله اتصلت بيها قلت لها يلا العربيه واقفه تحت. حاضر يا ماما. كانت نايمه. كانت نايمه. مولع على شويه كفته وري لهم اللي في الفرن. يا بصوا يا اولاد، انا ايه عملت شويه كفته كده هاخدهم معانا. الصلاه على النبي بقى، حطيت كده ورقه فويل في الحله دي، الحله دي بتحفظ الحراره شويه يعني، فاطلعهم بس كده واخدهم معانا. مش هناكل دلوقتي لان هم كلهم شبعانين، او اللي عايز ياكل ياكل، بس انا قلت ايه اخدهم معانا كده ايه ناكل احنا والناس اللي في الباص بقى وكده. ده ماما اللي في الباص هياكلهم مننا. ما انا جايباهم عشانهم والله. ده انا جايبه كميه رهيبه اكنه تحدي خير. طب واحنا؟ والله اكنه تحدي خير. ما هو خير طبعا. ما ده حد خير. ما ده بقول لك ما ت... ايه يا جماعه، كفته كفته ازاي؟ كفته كفته بس هي ايه، نزلت شويه دهون لان انا فرشت زيت وهي اصلا نزلت دهون. انا حاطه ليا اه، حاطه فيها ليا. ماما يلا يا ماما احنا جعانين. في ايه يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه ده بالهبل؟ ايه ده بالهبل؟ ايه يعني؟ اي حاجه لله. جوزك اول. انتوا ده الكلام ده للسفر. احنا جعانين ايش؟ وانت من ساعه ما قلنا يا عمره وانت ما عدتش بتاكلين. احنا ده للسفر، ده للسفر يا جماعه، ده للسفر. دي نفحه عمره. نفحه. صلى على النبي. صلى على النبي. صلي. ماما النهارده طول اليوم عماله تحكي لنا عن العمره وهنعمل كذا وكذا، فاحنا كلنا متحمسين النهارده. عايزه ايه تاني؟ كده حلو. لا كده حلو، كده حلو. يلا على المدينه. المدينه. الله يكرمك. السلام. شوف بالله ما شاء الله امر. حلو. جميل. السلام. لا ده انا وريت كمان القمر 14 يا نانو. يا واطيه يعني.
الجو كله، خليني اسد اكتر. قلت لها بس ده هيبقى عليكي احلى. شنطتي دي شنطتها هي، وانا دي شنطتي. بصوا هو الحق الله، الحق الله يبقى شنطتي، بس انا هاخد دي عشان عمري ما هشتري كده. هي تاخدها بتاعت امير. خلاص انسي امير، امير دي مكاسب فاضيه. بس دي شنطتي. يلا نازلين بقى نركب الاوتوبيس ونعلى بالصوت، نعلى بالصوت ونتكل على الله. ماشي، قواعد الرحله رقم 1 العربيه. ماشي بصوا بقى، لا 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 ده خرج من الصف. بص ادوا له باسبور وخرجوا يروح بقى، خليه يروح مفيش داخل. بصوا بقى توقف محترم في الصف. بصوا بقى تسمعوا الكلام رقم 1 تنفذوا. انتوا لا اصلك طلعت عمره ولا تعرفوا عن عمره حاجه، الكلام ده لكم انتوا الثلاثه. وانت نفس النظام. ماشي. اول قاعده من القواعد انا حابه انفذها، احنا هنا كل فرد مسؤول عن نفسه. انا ماليش ام اخو ولا الراجل ده ولا ابوك ولا انا ام سفيان ولا دي اختك ولا ده اخوك ولا ده اخوكي. انتوا كده انتوا الناس رايحين ولا ده ابنك؟ ولا ده ابنك؟ ولا ده ابنك؟ لا ده ابنك، ده ابنك. ماشي بصوا، ما حدش ليه دعوه بالتاني. اللي عايز ينزل يصلي ينزل، اللي عايز يقعد يقعد، اللي عايز يخرج يخرج، اللي عايز يروح يروح. محدش يشكل على التكييف، محدش يشكل على الاوضه من اللحظه دي. هو مش شاكل من الوقت. خد معلش معلش من اللحظه. عاوز ايه؟ هو عايزك تشتغل بطاقتي. اشتغل ما بطاقتي. لا مش معايا. معاك معايا معايا. من اللحظه الاتيه كل واحد مسؤول عن نفسه. حلو يا علي محمود اتفضل. جوازك انت المسؤوله من اول ما نخرج على الباب ده. انا معرفتيش. كل واحد يعتمد على نفسه. اللحظات دي، اللحظات دي بالذات، اللحظات دي بالذات هتبقى ذكرى يا عالم. انتوا هتعيشوها تاني ولا لا؟ استمتعوا بكل دقيقه. صح. بصوا يا جماعه، يعني هو ربنا لما نزل لنا اركان الاسلام الحج ده كانت اخر حاجه عشان هي اصعب حاجه، اذا كان في المشقه او في الفلوس، فدي اصعب اصعب حاجه في في اركان الاسلام. فاحنا الحمد لله يعني كتر خيرنا والنشوه طلعنا العيال عمره، يفضلوا فاكرينها لنا بقى لما نموت يدعوا لنا، وعرفناهم الطريق ده هم بقى يوظفوا فين. رقم 2، كل واحد مسؤول. احنا كل الذي يخصنا ان احنا نجيب 3 وجبات في اليوم. فطار غدا عشاء. الوجبه اللي هتتجاب من بره هي وجبه الغدا. مصروف فطار معاك مصروف. فطار وعشاء عباره عن تمييز. اسمعي يا ده هيفضل يعيط. عباره عن فول وتميس خبيث والعشاء زبادي وشابوري. اتفضلي. طب والناس اللي مش فاهمه الكلام. انا ماليش دعوه. خلاص خلاص. اي نزاهه غير مطلوبه مصروف مدفوع صرفها لن نوافق عليها. لن نوافق. من 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 ملك الحر. خلصني خلصت كده. احنا الوقت مش حقنا نوافق او ما نوافقش. لا انا ما اعرفكش يا حبيبي. شنطتي انت. انا جواز. طلع يا بنتي احنا متعودين. يلا عم عليك. الشرط الثاني، ممنوع منعا بتا. ممنوع منعا بتا تعيط. ممنوع تعيط. هو بيعيط. هو عايزك يعني اشتغل. تعجل. ايش اللي راح اصلا؟ ممنوع منعا بتا تعيط. ممنوع منعا. جبت بامبرز؟ لا.
الحمد لله. مفيش عاير. معاك بمبزة؟ معاك بمبزة؟ تستر على نفسك. بمبز السعودي غالي. عشان تبقى انت فاهم. يلا امسك نفسك شوية. بسم الله توكلنا على الله. نتكلم بجد؟ نتكلم بجد. والله العظيم كل حاجة هتشوفوها من بعد ما تعدوا الباب ده، كل حاجة هتشوفوها هي دي هتفضل في ذاكرتكم مدى حياتكم، فاستمتعوا بيها. ما انتوش عارفين هتروحوا تاني في يوم من الايام ولا لا. كل حاجة دخلتكم المطار كل واحد مسؤول عن نفسه. انا ممكن اخد لكم الحاجات وامشي معاكم انا، بس انا عايزاكم انتوا تعيشوا الاجواء. انا عايزة مش جايبنا انا اصلا. بصوا يا ابراهيم، هم يسافروا هم براحتهم لمعرفتهم. لا مش عشان كده، عرفناهم الطريق. لا انا مش عايزاهم عشان كده، انا عايزاهم يستمتعوا يحسوا ان هم مسافرين لوحدهم، اكنك رايح عمره لوحدك. شنطتك انت تخش على الطياره، وانت تخش الاوضه، وانت اللي تخش الغرفه. لا ايه ما فيش حساب. لا هنحاسبك. ايوه انت اللي تحاسب على الحاجات اللي انت عاوزها، وانت عارف بقى انت رايح هناك عشان ايه؟ عشان تعبد ربنا وتزود في الحسنات. نخش بقى تقراوا قران، نصلي سنن، افراد اعملوا عمره واثنين وثلاثه، وهنتفسح وهنروح مطاعم وهنخرج جده وهنروح مولات. كل حاجه حلوه هتشوفوها. كل شويه اللي تقعدوا في الحرم فيهم ادوا الحرم حقه. صلوا ومسكروا ومسبحوا ومدعوا. ماما تقصد من كلامها يعني اسبوعين دولت يمكن ما نعرفش نروحهم تاني. استمتع من اول ما تنزل هنا، عيش الاحساس. امسك شنطتك، امسك جوازك. انا لو كنت بتعمل كده انا عايزك انت تستمتع. انت اللي تخش تحجز الطياره وتقول له انا عايز كرسي جنب الشباك، انت اللي تخش الفندق، انت اللي تروح الحرم وتيجي من الحرم. انا مجرد مرشد سياحي. خلاص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا جماعه، عشان سفيان بيطلبني الوقت. يلا يا بنت بس. رايحه فين يا حاجه؟ حاجه هات الحاجه التانيه. ادي حاجة سفيان فيه؟ سفيان مع نفسه وبيلع. امين. ويبقى من تحت ايه؟ حسين تنسيبه حاجة؟ ايه؟ انا شايفه معاك نفسه. سلام عربية الف سلام. حبيبتي. حد ياخد حلة نعم عايز ايه؟ حاضر اهو اهو. بص بص فاضي هناك اهو. روح اقعد ورا. الاتوبيس ده هو مش هيمشي لما يخلص الكوبري. بص بقى انا الاتوبيس كله انا عاملة حسابي. انا مش مشغلة توزيع النهارده. عم حسن فضل عم حسن ده عم حسن لا لا كده عم حسن لسه الطريق طويل انا يعني ده يعني دي المره الاولانيه حبيبي خد يا امير بقى ام لك يا امير استوى اسمع ام ايه خد حاجه محمد اتفضل يا حبيبي غير راكب بسم الله لا ده دي حاجه سهله لسه طيبه لا حاجه حاجه نشوى اطمن لا لا تسلم تسلم حبيبي حاجه حسن حاجه للناس بعمل ايه كتير اهو ادي الواحد واحد كده اهو انت قاعد مكانك سلمين غنمين وترجع سلمين انا اللهم امين يا رب يا رب ان شاء الله دعواتكم للبلاد الطيبه ربنا يا رب يفرح قلبك ربنا يتقبل منكم ودعواتكم ان شاء الله ربنا يفرح قلبك يا رب يفرح قلبك يا رب دلوقتي هتقارني بنادين؟ بنادين؟ اه شوف الاول بس كل ما انزل تجيب لي حاجه تجيب لها؟ احنا وقت ما والله العظيم جاب لك بلبن وجاب لنا بميه؟ وقت ما دخلنا السعوديه كل واحد بقى ما بيدعوا بيه لو شفتك بتكلمها لو لمحتك بتكلمها هروحك نزلت علي يجيب لي نسكافيه قامت قالت له وانا يا بابا هو اللي كمان سألك من نفسه قال لك يا حبيبة قلبي انت اللي عايشة حياتك بصي يا حبيبي يا بابا نزل تشتري بقول الله ودي حاجة اديها اول لا اديها لها اول تسلم ايدك تسلم ايدك باللبن ايه خلاص يعني زلت امي خلاص انت من ساعه ما جينا وانت حاطط دماغك هنا اهو انا جعان سوبيا ولا كمل نوم سوبيا لا كمل نوم كمل نوم برضو تديها اللي
نادين نادين الولد الولد. نعم. لا امير ما هوش عايز شاي. انت يا اساسا اللي عماله تشتري حاجات. انت يا اساسا وبتجيب بتجيب اكل هي الوقت. راح فني حاجة. معلش قومي تربي. راح فني حاجة. مش لايق صح؟ مش لايق على اللي انت فيه والله خالص. ايه نوم معايا؟ ليه؟ ادور انا اقدر لوحدي. شايفاك؟ احنا قعدنا استراحة شوية وعلي عزمنا على رز ولبن. ومية. ومية وعزمنا على مية. يلا بينا عشان نشوف يلا. دخلنا ودخلنا صلينا العصر استراحة، صلينا العصر ركعتين كسر عشان احنا دخلنا على الطريق. يلا. الحمد لله. شوفين جايب القلم بتاعه. عشان ايام دي جوه. لسه ما دخلناش وما مشيناش وما عملناش حاجه ولسه في المطار. وامير ونادين سابوا شنطه نانو اللي فيها كل هدومها وكل حاجتها. كل حاجه. وسابوها ما حدش عارف سابوها في الشارع ولا سابوها في اي حته. حاجه جميله جدا بصراحه. سابوا شنطه نانو بهدوم نانو بكل حاجه نانو. امير ونادين انا اقسم بالله شفتها. من مين يا جماعه؟ انا معايا الكاسيت. قولوا لي اعمل ايه؟ انا مش عارفه ودي نازله عيط ونح ومش عارفه اعمل ايه. نزل ما لقاش ليه بقى؟ بيدور دلوقتي ما لقاهاش في العربيه لسه هيروح بقى المكان ده. ربنا ما بيسيبناش دقيقه زعلانين الحمد لله. جايه بكره في فوق جاي بكره مع الشركه. ونادين وامير سابوه في... مش نادين مش نادين مش نادين امير امير سابه في الشارع. ما... لا ابراهيم سابنا وجا ياخدنا. انت اللي مهمله. انت لو حافظه حد لو حافظه على حد في الاشتباك هي سابتها لكم. هي سابتها لكم تحطوها لها في العربيه. لا ده اهمال. هو اهمال بس المهم يعني الحمد لله العربيه الشنط جايه بكره الصبح. اضحكي بقى روق بقى. ما في شنط ثاني. انت ترى ترى الطيارات دي مش بتعرفش فيها. بصوا بقى الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عبد النادين استاذ سفيان الرخم انا عايز الناس 30 جزء. لا ما خليش ما بيجي. خلاص يا ولاد كده خلاص احنا الحمد لله. بس هتختم بان انا اطلب الاسبريسو بتاعي عشان تبقوا كفايه. يا امير مالك حاسه في حب. انا عايز اجرب بتاعه. جرب بتاع ايه؟ بصوا تخيل الاحساس احساس ممتع كده ان انت بتغيظ كل اللي حواليك. عايزه تجيبي حاجه؟ خد اللي هيجيب لك الحاجه. احنا كده نزل الاسبريسو بس عشان ايه اقول كده الاسبريسو نزل واللبن بينزل بقى. بص بص في واحد مستخبي علي جوه بيعمل حاجات كده. خلصت ولا لسه هتنزلي حاجه؟ تقريبا خلاص. الشوكولاته الشوكولاته بتنزل بقى. الشوكولاته كده بصفه. ده شو ايوه عادي اندول ناكل الشير جنين كام؟ حلوة قوي. 250 جنيه. خليش بقى. ده شرف ليا. بس كده احنا بقى ايه هنختم معاكم الفيديو ومستنيين الطياره تفتح نركب ونبدا بكره ان شاء الله من الطياره. والحمد لله الحمد لله اني عادل على خير. وبعدين انا الحمد لله الحمد لله داخله هنا باربع خمس افراد. احنا الحمد لله بقوا سته معايا بنتي ثانيه.
عشان تبقوا انتوا عارفين. بصي عشان تشوفوا ربنا يعني بيبعت لي رزق. مهندس احلى مهندسه دخول. راح النهارده داخله هي مش زغنطوطه قوي تقولي انا مش زغنطوطه انت مش زي بنتك ولا لا بنتي لا ما تجيبهاش ما تجيبهاش. داخله النهارده من غير مامتها ولا بابا قلت لها تعالي انا هتبناكي هتبناكي. دي بصوا دي بنتي الكبيره هوت شوكليت ودي بنتي اللي بعدها ودي بنتي اللي بعدها ودي بنتي اللي بعدها. صباحكم عسل مساءكم عسل. نتقابل بقى ان شاء الله. ان شاء الله فين؟ فين؟ في المدينه.